أقول بضيع العرب كلها سنين إلى القضية الفلسطينية يا حبيبي، وآخرتها كلام وجعجعة بدون نتيجة. الدول العربية بدأت واحدة وراء الثانية تنتهي، وإسرائيل محلها ما جاها شيء. إن الإسرائيليين هذول أعداء، تيجي تقول تبي تسوي معهم بزنس؟ العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين. شو قصدك يعني؟ قصدي كلتل حياتنا علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطة ندفع تكاليف ورواتب وحنا أحق بهالفلوس. وما يصدقون على الله، يلقون هل كبر فرصة ويهاجمون السعودية. لا بربك، الفلسطينيين ذولي هيجي يسوون بيكم. صدق لو قالوا اتقي شر من أحسنت عليه. شوف إيش قال أنت على مودهم عاديتوا إسرائيل، وكم حرب وحرب طاحنة دخلت وياهم، تالي هيك جازوكم. واللي ما يصدق خلي يشوف آثار هاي الحروب على ولي العهد السعودي. في اليمن هذه ليست أول أزمة تمر في بين المملكة السعودية واليمن، فهناك أزمة مرت على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وتم معالجتها. عيب كام. طبعا هاي الحالة صارت عنده من بعد ما وقع يمه صاروخ إسرائيلي.